ده سكتش انا عملته للخطوط العسكرية اللي في السنترال. طبعا دي كلها خطوط مدنية متقفلة على قيادات عسكرية. اه ده خط المنطقة الشمالية وده خط متقفل على قيادة حرس الحدود. الخطوط دي كلها لقيادات مش مهمة مديحة. بس خط 604 ده متقفل على رئاسة الأركان الإسرائيلية. أيوة هو ده بقى الخط المهم. هتبدأ إمتى؟ من بكرة أعتقد إن الخط ده هيوصلنا اللي إحنا جايين عشانه. انا مش عارف انا ازاي هقدر ابص في وش مريم بعد اللي حصل ده. انت ما تعرفش مريم دي اتعذبت قد ايه في حياتها، خصوصا بعد مامتها ما سابتها وطفشت من اسرائيل خالص. يا لو ما رجعتش ومش هترجع. مريم بعتت لها جوابات كتير، قالت لها انقذيني يا ماما. باباها بقى عصبي جدا، بيصور لاتفه الاسباب ويكسر في البيت ويضربنا. طب ما هي الجوابات دي كلها لو ما ردتش عليها. لا مفيش غير جواب واحد بس وصل مريم من مامتها، قالت لها فيه اعذرين يا مريم واعذري باباكي، الغلط مش فينا الغلط في القانون الاسرائيلي. قصدها ايه يعني؟ اصل مامة مريم اتهودت على ايدين حاخامات اصلاحيين في انجلترا، فطبعا الروبانيه العليا هنا اعتبروا انها مش يهوديه واعتبروا ان جوازها من بابا مريم كان باطل وان مريم بنت سفاح. وطبعا عاشوا كلهم في مشاكل وتعقيدات ما بتنتهيش. ده حتى بابا مريم قدم طلب للربانيه العليا عشان يسمحوا له بالجواز ورفضوا طبعا. اكيد، لان القانون بيشترط موافقه الزوجه الاولى. وطبعا ده خلاه عصبي اكتر وخلاه يعملها معامله بشعه. تصور انه كان بيربطها بالحبال في السرير باليومين والثلاثه من غير اكل. خلى حياتها بقت جحيم لغايه ما زهقت وطفشت بقى يا رخ. يا كل ده حكتهولك مريم؟ عشان كده هي سابت القدس وجت على تل ابيب عشان تبدا حياه جديده. عارف انا كل ما افتكر اليوم اللي بصيت لي فيه مريم وقالت لي ممكن يا مارتا نكون اصدقاء بحس بالذنب ناحيتها. مارتا مين؟ انا. بس انت مش مارتا، انت مليحه. هي يعني فاكره ان انا مارتا؟ العواطف ملهاش مكان في شغلنا يا مليحة. عواطف يعني أخطاء، مشاعر معناها التورط في مشاكل. بتهيألي إن أنت عارفة الكلام ده برضه. عارفة، متأكد إني حريصة أوي في الناحية دي. بيتهيألك. ما تخافش يا مصطفى، كل الحكاية ان انا مريم صعبت عليا بس. لما تصعب عليك مريم شمعون بيفتكر الالاف اللي ماتوا في حروبنا مع اسرائيل. طبعا فكر. انا سنة 67 كنت في مستشفى المعادي. الجرح كانت جراحهم خطيرة. أهليهم كانوا بيجوا يسألوا عنهم زي المجانين. معظمهم كانوا أمهات. كان في عينيهم زعر. زعر حقيقي ما شفتش زيه عمري قبل كده. عينيهم زي ما تكون بتقولك خد حياتي بس رجع لي. انت تقدر ترد على امي وتسالك عن ابنها وتقول لها ان هو في ثلاجه في المستشفى. تقدر تصرحها بالحقيقه. احنا كنا بلد. عشان الألم اللي كان جوانا كان أقوى من كل شيء. إيه يعني لما يموت 10 ولا 1000 ولا 100؟
مصر كلها ضاعت. مصر كلها ضاعت في لحظة غدر. ضاعت من ده. ساعتها فقد الملك معناه. وأسوته. بقى شيء عادي. لما كنا بنقول للأمهات الحقيقة وكانوا بيصرخوا كنا بنحس إن ده صريخنا إحنا اللي محبوس جوا قلوبنا مش عارفين ننطق بيه. عشان كده صعبت عليك مريم شمعون. أنت في الطريقة مختلفة. لازم تكره يا مديحة، لازم. أنت بتكره؟ أنا بكره الحرب. بكره الدم اللي بيبقى فيها زي البحور. بكره صراخ الأم. صراخ الأم لما تصرخ على ابنها لما يموت. بحس إن الدنيا بتقع. بحس إن الكون كله بينهار حواليا. بحس ان كل حاجه بتنتهي نهايه سخيفه ملهاش معنى. انت برضه مش قادر تكره يا مصطفى. الكره عمره ما بيبنى مديحه. عمره ما بينهار طريق. عمره ما بيهدي حد. احنا ما لازم ننجح في مهمتنا اللي احنا عشانها هنا. انا زيك عايز احب واعيش ولقاكي وطن اتهنى بلحظه صدق معاك حتى ولو حدفع روحي تمن. بوكير توف هادون فلاديمير. هادون موشيه. هادون موشيه انت ملعون. لا انت مش ملعون. انت ألعن رئيس سنترال في العالم كله. وطي صوتك من فضلك هادون فلاديمير. مش هوطي صوتي. تعال المكتب نتكلم. مش هتكلم في المكتب. انا هتكلم هنا. قدام كل الناس دي. عشان يعرفوك على حقيقتك هادون موشيه. من فضلك. المكان هنا مش مناسب. هو فعلا المكان هنا مش مناسب.
لأن المكان المناسب ليك هو السجن المشهي. تعالى نكمل كلامنا هناك في المكتب من فضلك. تفضل. ايه؟ في ايه؟ كل واحد على مكتبه. يلا يلا. اتفضل ادون فلاديمير. تقدر تقولي ايه اللي انت عملته مع مريم ده؟ ارجوك ادون فلاديمير سيبني افهمك. تفهمني ايه؟ تنكر ان انت هجمت عليها وبعد كده رحت لها تاني الساعة 11 ونيلت الدنيا تاني. لا اطمن ادون فلاديمير اطمن خالص. اطمن يعني ايه؟ فهمني. هتتجوزها؟ اتجوزها؟ اتجوزها؟ لا انت فهمتني غلط. انا عايز اقولك اطمن. الدين بخير، الاستقامة والاخلاق في الحفظ والصون. مش فاهم. ادون فلاديمير انا عارف انك حريص على الاستقامة وعلى اخلاق امتنا المقدسة، لكن احب اطمنك الدين بخير. مش فاهم. انا فاهمك. انت عارف ان مريم مش يهودية؟ عاوز توصل ايه؟ كمل كلامك. مريم اتولدت نتيجة زواج مختلط، اب يهودي وام مسيحية، عشان كده تبقى ايه؟ قول انت يا ربي يا همام. انت عايز توصل ايه يا ادون مشيه؟ صحيح الام اتهودت بعد كده، يعني دخلت في اليهودية، لكن ده ما ينفعش. عارف. لما اتولدت مريم اعتبروها طفلة غير شرعية ورفضوا يسجلوها او حتى يدوها جنسية، وحصلت مشاكل كتير، حتى ابوها عم شمعون رفع قضية في المحكمة العليا. ادون مشاي انت عايز توصل ليه؟ مريم مش يهودية. مش فاهم. تقدر تعتبرها جويم، يعني أممية. عشان كده بقى انت عملت اللي انت عايزه. شفت بقى انت كنت ظالمني قد ايه؟ انا عايز تعويض. تعويض ايه؟ انت كنت بتشك في ديني وظلمتني. حسبي حليلة حسبي حليلة لا سمح الله ادون مشيه. وعايزني اعوضك ازاي بقى عن شك في دينك ادون مشيه؟ قول قول يا راجل قول قول. تعوضني ازاي؟ تعوضني عشا. ايوه عشا بيتي من ايدين مدام مرتا. ها قلت ايه؟ يا بس كده يا ادون مشيه ده انت تستاهل الذبح. قصدي يعني تستاهل نذبح لك كبش صحيح بحاله ادون مشيه بحاله. بارك الرب فيك ادون مشيه بارك الرب فيك. خير؟ أنا جاي حسب الأوامر. فعلا جاي في معادك. أخبار فلاديمير إيه؟ مفيش جديد. طبعا مفيش جديد. هو أنت فضيله؟ قصدك إيه أدون بنيامين؟ قصدي أنت فاهمها كويس. مش فاهمه. انت هتستعبطي؟ فاكره انك ممكن تضحكي عليا ولا ايه؟ اصلها ادوني ممكن اعرف انت بتروحي السنترال ليه؟ علشان فلاديمير. كدابه. انت ما بتروحيش لفلاديمير، انت بتروحي لموشيه، لان فلاديمير في الوقت ده ما بيكونش موجود في السنترال. أدون بنيامين أنا فعلا مرة رحت ما كانش فلاديمير موجود وقابلت مشيه. مش مرة واحدة، أكتر من مرة، وكمان آخر مرة عزمتيه عندك في الشقة، الشقة اللي بتدفع أجرتها الشباك. الحقيقة
الحقيقة انك نسيتي فلاديمير لانه راجل متجوز ما منوش فايدة، انما مش ايه ممكن يبقى عريس مناسب تتجوزي تحت رعاية الشباك. ها مش كده ابدا، اللي حصل ان اسمعي يا شاطرة، اذا كنت فاكرة انك ذكية تبقي غبية وغبية جدا كمان. من الصبح تسيب الشقة اللي انت فيها وتطلعي على المدرسة، هتلاقي جواب الرفض بتاعك هناك. لا ارجوك ادوم بنيامين، من فضلك ابوس ايدك. ابعدي عني. عارفة انت احسن حل ليك ايه؟ انك تروحي لشمعون في اورشليم، هو ده اللي هيعرف يا رب. لا ارجوك ادوم بنيامين، انا فعلا غلطت بس مش هغلط تاني، اوعدك اني مش هغلط تاني وهنفذ اوامرك بالحرف، بس ارجوك اديني فرصة. عرفتي انك من غيرنا تبقي ولا حاجة، وان ممكن اشردك في الشوارع. ايوه بس اديني فرصة. ها اوكي نديكي فرصة، بعدها عارفة الانوثة الطاغية دي والعيون الجميلة دي عايزها تركز مع شخص واحد، شخص واحد هو فلاديمير الياهو. عايز اعرف حكايته ايه، عايز اخش جواه، عايز افهم بيفكر في ايه، عايز اعرف كل حاجة عنه. مفهوم. اتفضلي. عيشة. نعم يا ماما. خدي حاجة. اللفتين دول الكبيرة تديها لعم حنفي البواب، والتانية لخالتة المفوز اللي عند اخر الشارع. يلا اعملي لك همة كل سنة وانت طيبة. انت طيبة حلوة. عيشة. نعم. يا ترى اخوك هيعمل ايه في الفطار بكره؟ عمره ما كان بيحب يفطر بره ابدا، وبقاله كم يوم ما اتكلمش. مش عارفه يا ماما، حوالي اسبوعين. لا 18 يوم بالظبط، انا عداهم باليوم. ربنا يجيبك بالسلامه يا ضنايا. على عيني أم البعد على عيني. جفرت مارتا مش موجودة. بس ادوم فلاديمير موجود مش كده؟ انت عاوزة مين بالظبط؟ اي حد منهم، انا صديقة للأسرة. أنسة مريم. عرفتوف مدام تسيبورا. أنسة مريم زميلة مارتا في الشغل. خير يا أنسة مريم؟ ممكن أدخل؟ بس مارتا مش موجودة. أنا جاية لك أنت. خير؟ هتسيبني واقفة كده على الباب؟ اتفضل. لازم تعمل حاجة، مش معقول تسكت على اللي عمله صاحبك ده. لكل شيء زمان، لكل أمر تحت السماوات وقت.
للولادة وقت وللموت وقت للغرس وقت ولقلع المغروس وقت للقتل وقت وللشفاء وقت للحب وقت وللبغضة وقت. كلمة كل حكم أدون فلاديمير. ده مش كلام يا آنسة، ده كلام الكتاب المقدس. بعد إذنك هكمل صلاة مع عريف. هنتظرك. أنا أصلا صلاتي بتطول. أنا مش مستعجلة. هتتأخري. أنا فاضية. مش هتعزم عليا بقى بكيس؟ كيس. عايز تفهمني يعني إنك ما بتشربش؟ يقول سفر الأمثال: اسمع أنت يا بني، كن حكيما وارشد قلبك في الطرق، لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف مش هترجع النهاردة مش كده، يفتقران. بعد إذنك أكمل صلاتي. قلت لك مرتا مش هترجع النهاردة. لا مش هترجع. هتبات لوحدك؟ أنا هبات لوحدي. وأنا ما يخلصنيش. أنا هكمل صلاة. أدون فلاديمير، الصلاة أهم من مشكلتي. مش أنا اتظلمت والرب ما يحبش الظلم، يبقى تحللي مشكلتي الأول. موافق؟ تعال بقى حللي مشكلتي الأول. تعال. تقول الأمثال: يا بني احفظ كلامي وشريعتي، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك لتحفظك من المرأة الأجنبية. صعبان عليا تبات لوحدك، بس ممكن أفكر في المسألة دي علشان خاطرك. أغير هدومي فين؟ هلويا هلويا، سبحوا الرب من الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه في السماوات، سبحوه يا كل جنوده، سبحوه يا سماء سبحوه يا سماء السماوات، سبحوه يا كل ملائكته، سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللوكة، النار والبرد، الثلج والضباب، والضباب الريح العاصفة، الوحوش والطيور وكل بهائم، الأحداث والعذارى، الشيوخ والفتيان، هلويا 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 هلويا. أنا سي مريم، أقدر أعرف سبب الزيارة إيه؟ ولا حاجة، قصدي مفيش داعي. أنا سي مريم، انت مش ملاحظة ان انا لسه ما صليتش الصلاة مع عريف؟ فعلا ادون فلاديمير، اتفضل سلي. وتفتكر ان انا هقدر اصلي وانت قاعدة قدامي بالشكل ده؟ هشغلك عن الصلاة؟ انت ايه رأيك؟ افتكر اني لازم امشي.
أدون فلاديمير، أنا مش عاجبك. أنسة مريم، أنت بنت حلوة، ناس كتير قوي يتمنوكي، خلينا احنا أصدقاء. أنا بعزك جدا، بس تفتكر إن احنا ممكن نبقى أصدقاء وبس؟ سمعت. أنا مش قادرة أفهم الراجل ده. أنا فعلا الراجل ده قلقني. الميكروفون اهو. الميكروفون ده هينفعنا كتير، بس لما يتحط في المكان الصح. ممكن اعرف مريم شمعون كانت بتعمل ايه هنا؟ ولا حاجه، كانت بتستشير في موضوع عاطفي. انت بتهزر؟ لا طبعا، هي دي الحقيقه، كانت جايه عشان تاخد رايي في موضوع علاقتها بمشي. اه طبعا، ما هو حضرتك القلب الكبير مش كده؟ والله اللي تشوفيه. وازاي تسمح لها تدخل الشقه وانا مش موجود؟ ما انا قلت لها مارتا مش موجوده. وطبعا عملت نفسها مندهشه. بالعكس، قالت لي ما انا عارفه. شوف البجاحه. وبعدين؟ ولا حاجه، قالت لي انا اصلي جايه لك انت. شوف ال... وانا اللي كنت فاكراها غلبانه، اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. وبعدين؟ هو ايه اللي وبعدين وبعدين وبعدين؟ عايز اعرف اللي حصل. كانت جايه عشان تاخد رايي في موضوع علاقتها بموشي، اوكي؟ وطبعا ناقشت كل التفاصيل المخجله. ما انا عملت اني بصلي عشاء. عشاء؟ قصدي يعني قصدي صلاه المساء مع عريف. وهي اذا كانت بالبجاحه دي هيهمها اذا كنت بتصلي ولا حتى بتدن؟ لا، ما انا اصلي اقنعتها ان احنا نأجل المناقشه لبعدين. ده انت خدت ميعاد. ميعاد ايه يا مدام؟ ما هو معنى انك اجلت المناقشه يعني انت خدت ميعاد تاني. ولا ميعاد تاني ولا تالت. وبعدين هو في ايه؟ تحقيق ده ولا ايه؟ ايوه تحقيق. بمناسبه ايه؟ اني مراتك. على الورق. مراتي بس على الورق. ما انا عارفه انه بس على الورق، بس برضه المفروض انك تراعي مشاعر. طمن يا مديحة. انا اسف يا مصطفى، تهيألي ان يعني لما انا فاهم. فاهم؟ فاهم ايه يعني؟ لا لو سمحت ما تفهمش حاجة غلط، انا انفعالي ملوش اي دافع غير كرامتي. طبعا انا عارف ان انفعالك ملوش اي دافع غير كرامتك. طمني، انا ما فهمتش حاجه غلط. عندنا ضيوف، اجري قوام غيري لبس الصبيان اللي انتي لابساه ده والبسي لك فستان حلو. ليه ليه ليه؟ في ايه؟
بقول لك عندنا ضيوف. تعالي وانتي فاتحه. يا حبيبي مو مش كاس. يا دي الكاسات اللي طلعت لنا في البخت. مين ماما الضيوف اللي جوا؟ مش هتقولي لي؟ علي بيش عراوي. بجد؟ مين علي بيش عراوي؟ يا بنت بطلي تريقه. محد في الدنيا ما يعرفش علي بيش عراوي مين؟ مين صحيح؟ قريبنا؟ ان شاء الله باذن الله هيبقى قريبنا. يا رب. يا رب يا مادي حبيبه قلبي يجعله من اسمتك ونصيبك قادر يا كريم يا رب. ايه ماما ده مش فاهمه ازاي؟ انت عارفه علي شعراوي ده عنده قد ايه؟ عنده 6 مليون جنيه. ده غير ايه بقى؟ عزبه في كاليفورنيا وفيلا في الريفيرا وقصر في لندن. يا رب يا رب يا مادي هيجعله من اسمتك ونصيبك يا رب. ולאחר הפגישה שנערכה במשרד הביטחון הישראלי, הכריז מקור צבאי כי כבר נתגלו התרכזויות צבאיות על שתי החזיתות המצרית והסורית. כאן כל צהל מישראל.